السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى بقناتكم مطبخي تي في. اليوم جبت لكم واحد نعملو وصفة من وصفة الحلويات، واقترحت نعمل البراوني بطريقة بسيطة، وحتى اللي ما عمرو عملوه وتبع معنا الفيديو من الأول حتى الآخر ممكن ينجح ليه إن شاء الله، تنجح ليه هاد الحلوة هادي. فبقاو معايا وما تمشيوش بعيد ونبداو المقادير. اول حاجه غادي نبداوها هي غادي نشدو المول ديالنا او اللاطه ديالنا، غندهنوها بالزبده هي الاولى، او الزيت لان تفضل من الاحسن الزبده. بهذه الطريقه هذه غنعملو لها الورق ديال المطبخ، نغلفوها الورق ديال المطبخ، تكونوا عبرتوه وقطعتوه القناة ديالو باش من بعد غادي نجيبو الشكلاط. عندنا 200 غرام ديال الشكلاط، انا عندي غير الاسود، وزدتو تقريبا 100 غرام ديال الزبدة. وهنا نصيحة، اللي ممكن يستعمل الشوكولاتة البنية يكون افضل. هنا في واحد الاناء عملت 3 البيضات كما كتشاهدو، نضيف لها كاس اونص ديال سكر حبيبات. إلا عندك السكر البني غتضيفي كاس ديال السكر هذا الأبيض، وتزيدي نص كاس ديال السكر البني. أنا ما حاضرش عندي السكر البني، واحد القبيسة هاد الملحة، فاني السائل إلا عندك ضيفيه، بقى لي واحد شوية ضفتو. وغادي نضربو هاد المكونات هادو، نضربهم حتى تبان لنا ديك لاموس كلها ولات بيضه، يتخلط السكر مع البيض. ملي كتعرف بان تخلط ان داك الخليط يولي ابيض، كيتغير ليه اللون من الاصفر للابيض. نضربي واحد دقيقة على الاقل بحال الشكل هو، ولا لاموس ولات بيضه الخليط ولا ابيض. من بعد غنجيبو نص كاس بالضبط، كاس بحال ديال العنبة هذا تقريبا، تيهز داكشي كيهز كاس العنبة، نص كاس ديال الدقيق أبيض. أما الشكلاط ديالنا والزبدة راه عملناهم كيدوبو في حمام مائي. غير هنا نصيحة، حاولوا تستعملوا الشكلاط البني باش كتطلع ديك البراون، كتطلع شوية شيشة. وهادي غنضيف ليها 4 كاس، هذاك كاس باش عبرت الطحين، غنضيف 4 كاس ديال الكاكاو البني، غير 4 كاس. صافي غنخلطو داك الكاكاو مع الدقيق، نجيبو الشكلاط ديالنا بعد ما برد، نضيفو على الخليط الأول. نحاولوا ندربوه مزيان غير بالضرب اليدوي،
من بعد انا ضفت واحد تقريبا واحد 3 الحبات ديال الجوز، يعني القرقاع، قطعتهم وضفتهم. كاين عندك ممكن تضيفيه، ما كاينش هو اختياري، ولا تضيفي اللوز تقطعيه غير طريفات، لكن الجوز كيجي مزيان مع الحلوة هذه. من بعد نجيبو داك الخليط ديالنا ديال الكاكاو والدقيق، ونضيفوه شوي شوي، وبقى نحركو وبقى نضربو. حاولوا تضربوا مزيان الخليط ديالكم، تولي بهذه الطريقة هذه بحال اللي كتعملي بسكوتة ولا كيكة. صافي، من بعد نجيبو اللاطة ديالنا اللي كنا حضرناها في الأول، نخوي في هذاك الخليط، من بعد ما غادي تخوي غادي تقادي، غادي تبقى تضربي شويه ديك اللاطه مع سميتو مع داك السطح، باش تحيد لك الفقاعات الخاويين وتقاد لك. هنا بعد ما قديتها غادي نضيف لها قطع ديال الشوكولا. انا عندي واحد مجموعه ديال الشوكولا موليه، ضفتها من الفوق. ونصيكم هنا غادي ديروا الفران يكون شاعل سخون، وحاولوا ما يمكن طيبوها ما تفولتوهاش ديك 20 25 دقيقة، وديما قلبيها بالعود شوفي الا طابت، اللي هي ما كتبغيش تطيب بزاف. واخا انا راه فوتات لي واحد شويه، حاولوا ما يمكن ما تطيبش بزاف باش تبقى شويه هشيشه. هي اصلا كتكون معلكه كما هي كما كتشاهدوا، وجدت عندي كتبقى كتبان معلكه. غير نوصيكم ديما على داك، الى ممكن تستعملوا الشوكولا هذيك البولية تكون افضل، ديك ديال الحليب وكتكون بالحليب والكاكاو او لا الجوز، لا داك الكاوكاو الفول السوداني، تتكون خليط بين الفول السوداني والحليب تكون معاها، تتكون داك الشوكولا زوينة في لي براون. هذه هي الوصفة ديالنا، شكرا على المشاهدة، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.